دي مهمة جدا، يا ريت كلنا نعمل شير، شجعونا على فعل الخير. والنبي يا ست هانم ساعديني بأي حاجة، الله يفتح عليك. يا ست هانم رد عليا، والنبي تساعديني بأي حاجة، أنا عيالي يتامى. عيالك يتامى؟ إزاي عيالك ويتامى؟ أيوة يا ست هانم، أمهم ميتة بس أنا عايش. طب يلا يا حبيبي امشي من هنا. قلت لك امشي من هنا. يا ست هانم والنبي. امشي من هنا يا معفن. ليه كده يا ست هانم؟ ليه وأنا عملت إيه يا ست هانم؟ انت مقرف يا استاذ، يا استاذ ما اكلتش من امبارح. ايه اللي بتعمليه ده؟ انت مالك انت؟ هو ايه اللي انت مالك؟ مش حرام عليك اللي بتعمليه فيه ده؟ انت ترضي على حد من اهلك وانا اهلي بالمناظر اللي تقرف دي؟ انت بتتكلمي كده ليه يا بنت انت؟ صدق انت قللت الادب وعايزه تتربي. وانت بقى اللي هتربيني حل؟ عيب يا بنت كده، لم نفسك شويه. الم نفسي؟ طب لموا نفسكم انتوا بقى وامشوا من هنا بدل ما اوديكم في 60 ده. على نعمه ما هتعرفي تعملي معايا حاجه. وبعدين انت عيلة قللت الادب، ازاي تعملي كده مع واحد غلبان؟ انت ما تربطيش. انت بتكلمني انا كده؟ وحياه ربنا اللي عرفك انت بتكلم مين كده؟ على نعمه ما هتعرفي تعملي حاجه. الو يا محمد، انت فين؟ في يا بنتي مالك، حصل ايه؟ تعال لي طب بسرعه في الجنينه. طيب اهدي دقيقه واحده واكون عندي. انا بقى هعرفك تغلط فيا ازاي، واصبر عليا. صدقني انا خفت. انا هعرفك هتخاف ازاي دلوقتي. بص يا بنت استهدي بالله، عيب كده. وانت يا ابني امشي من هنا عشان خاطر، عشان ما يحصلش مشكله. معلش يا كابتن، امشي من هنا عشان خاطر. خلاص انا مسامحها. ما تخافش، دول اخرهم فاضي. ما ينفعش اشوفها بتعمل كده معاك واسكت. انت احسن منها 100 مره. كتر خيرك يا بيه، بس بعد اذنك امشي، مالوش لزوم يعني ان انت تعمل مشكله. انا قلت لك ان انا خلاص مسامحها والمسامح كريم. ديما يا ابني عشان خاطر امشي مننا عشان ما احصلش مشاكل. اهدي بس يا ام، ما نشوف اخرهم ايه. ايه يا بنتي؟ مين اللي مزعلك؟ مفيش حاجه يا كابتن، كل خير، خد اختك وامشي. مفيش حاجه ايه؟ ده انا اخلي نهاركم مزرق. تعبتها يا بت، هي مشكلتك مع الراجل ده؟ مشكلتي معاه ومع ده بالاكتر، لانه شتمني وهزقني. شتمت اختي؟ شتمتها، بس شتمتها هي، ما جبت سيره اهلها. يا راجل شتمتها هي بس؟ طب كويس، ما انت محترم اهو. محترم وغصب عنك كمان، اختك دي عايزه تتربى شويه. وانت تعلمنا ربها ازاي؟ طب الزق ليه يا عم؟ يا ابني اهدى بس، اختك هي اللي غلطانه، شتمت الراجل الغلبان ده ورشته بالميه عشان قال لها هاتي حاجه لله. الراجل ده لما لقاها بتعمل فيه كده اتدخل، هو ما غلطش فيها، هي اللي غلطت فيه. حصل منك الكلام ده؟ حصل، ما انا عمال اقول له امشي وهو مش عايز يمشي. والراجل ده شتمك قال لك ايه؟ قال لي انت قللت الادب وما تربيتيش. انت فعلا قللت الادب ما تربيتيش. طب ده انا على البيت يلا. بس انت كده غلطت يا صاحبي، المفروض ما كنتش عملت كده. امال انت عايز نعمل ايه لما لعبه تزق واحد غلبان زي ده؟ العموم حصل خير يا صاحبي، ما تزعلش. تعال تعال. فعلا البطن قلابه، شوف البت عامله ازاي واخوها عامل ازاي. حقك عليا، ما تزعلش نفسك، هي الدنيا دي كده فيها الحلو والوحش، وانت احسن مننا كلنا والله. تعالى معايا.